خبر الحقيقة النهاردة قريته في الأهرام عن هروب شابة مصرية عالمة ذرة مرة واحدة. كارثة عملية كشفتها صحيفة الأهرام اليوم. ما كناش نتوقع إننا في يوم من الأيام نقرأ أو نسمع مثل هذا الخبر عن مواطنة مصرية وإيه؟ عالمة ذرة مصرية. اسمها نهى عوض حشاد، تشغل منصب مدرس مساعد بقسم الفيزياء بجامعة بني سويف. هربت إلى إيه؟ إسرائيل في شهر يونيو الماضي. القصة كما تحكيها الأهرام أن الهاربة التي تدعى نهى فصلت من الجامعة في شهر يوليو الماضي لانقطاعها عن العمل لمدة 15 يوم متواصلة دون إخطار الجامعة. الحقيقة هي انقطعت عن العمل علشان سافرت لإسرائيل قبل قرار الفصل بأسابيع، ومنذ ذلك الحين والست نهى هانم بتقيم في إسرائيل. الكارثة الكبرى إن نهى ستشارك في مؤتمر تنظمه إحدى الحركات اليمينية المتطرفة في إسرائيل ببحث عن أحقية إسرائيل في إقامة دولتها من النيل إلى الفرات. دي مولودة على أرض مصر البني آدمة دي. يعني رحلة نهى حشاد بدأت بشكل مثير قبل 6 سنوات عندما أعلنت لزملائها في كلية العلوم في جامعة بني سويف نيتها أنها هتترشح للرئاسة سنة 2005. أي والله يا ريتها ترشحت للرئاسة، كان زمانها مرمية في السجن. مش أظن أيمن نور قعد 7 سنين. يا ريتك يا أختي ترشحت للرئاسة كنا خلصنا منها. حاولت تسافر الأردن للعلاج لكن يبدو الرحلة لم تتم لاعتقاد المخابرات المصرية في ذلك الحين أن لديها النية للذهاب لإسرائيل، لأنها كانت بتبعبع كتير وبتقول حكاية النيل للفرات دي. هل هي عالمة فعلا كما تدعي إيه أم أنها أكذوبة عالمة؟ معي على الهاتف الآن الدكتور أمين لطفي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف. أهلا وسهلا سعادة الدكتور. السلام عليكم سعادة الدكتورة. أهلا وسهلا دكتور أمين. أهلا وسهلا بك حضرتك، كل سنة حضرتك طيب. إيه القصة الغريبة المزعجة دي يا دكتور أمين؟ البني آدم دي بتعرفوها شفتها؟ دي طبيعية دي ولا إيه؟ بص يا فندم، أنا أول قائم بأعمال بعد ثورة 25 يناير. أيوه. طبيعي ان الفترة القديمة دي انا احكي لحضرتك عليها بسرعة كده. هي خريجة هي اتعينت يعني في الكلية معيدة في عام 88. ايوه. خدت ماجستير واترقت استاذ مدرس مساعد سنة 2000. ايوه. يعني حضرتك 12 سنة. يعني عشان تاخد ماجستير قعدت 12 سنة. ايوه. وحتى تاريخه من سنة 2000 إلى 2011 حضرتك هي مدرس مساعد بتحضر دكتوراه. عارف حضرتك 11 سنة يعني واحد بيحضر دكتوراه يعني لا تعليق طبعا يعني. طب حضرتك هي الست دي طبيعية يعني ولا مجنونة ولا عندها جنون عظمة ولا؟ بص أقول لحضرتك حاجة، أنا مش هتكلم في الناحية الشخصية بتاعتها. لا ما لازم أنا مش فاهمة يعني إيه تروح إسرائيل ويعني إيه تقول عايزة إن خريطة أحقية إسرائيل في من النيل للفرات وإنها تقيم في إسرائيل. لازم كان في بوادر على الشخصية يعني ما حاجة. يا فندم هي طبعا من غير تفصيل يعني أي واحد يعني لو بيعمل هذا الكلام يتقال عليه إيه، فلا تعليق يعني. هل هي عندها مشاكل نفسية؟ يعني هي في تعاملها مع الزملاء وكده كانت عندها مشاكل نفسية ولا كانت ست طبيعية؟ زمايلها بيقولوا هذا الكلام. حضرتك زمايلها اللي شوف حضرتك بقى من كام، من سنة 88 دلوقتي، هم هي إيه لسه مدرس مساعد وحضرتك بتقول عليها علامة يعني. طب بس هي كانت بتفصح عن الأفكار دي قدامكم قدام زملائها؟ هي طبعا قدام زملائها هم بيقولوا كده وبيقولوا ان هي يعني شويه عندها اضطراب الى اخره يعني. انت مع ذلك وطبعا اي واحد بيتكلم في القصه دي لا تعليق، مش محتاجه ايه ان الواحد يعلق يعني، لان ده اصلا يعني لا تعليق. انا مش هعلق طبعا على الموضوع ده. ما اسعدت انا يعني. انا سمعت يعني في قالوا في التحيات انها قالت انها كانت من اصول يهوديه وكلام غريب جدا الحقيقه. هي زي ما قلت لحضرتك
يعني دي بقى ايه مشكلاتها الشخصية، لكن انا عندي بالنسبة لي انا ايوه ان هي يعني مدرس مساعد من 2000 ومسجلة في رسالة، يعني انت معايا حضرتك، يمكن عنوانها حتى يعني مش عاوز اقول في الايه في اشعة في الذرة او كده، هي مسجلة حضرتك استخدام تكنيك اشعة الليزر في تحديد اعمار المخطوطات، دي عنوان الرسالة بتاعتها، أشعة طبعا الليزر بعيدة في تماما عن تحديد الفيزياء أعمار النووية. المخطوطات، لا ذرة ولا يحزنون. بالظبط. المهم هي في شهر 4 2011 أيوة معايا حضرتك، تعرف حضرتك ان المدرس المساعد بيخضع لقانون العاملين، انت معايا حضرتك، فطبعا ما جاتش العمل شهر 5، في القسم طبعا اثبتوا ذلك، انت معايا حضرتك، وابتدوا يتعاملوا معاها قانونا طبقا لقانون العاملين ان هم بيختروها، وبعدين تفصل. بيختروها مره في 2 في 3 ايوه وطبعا مش موجوده، طبعا ما بتدخلش السكاشن بتاعتها، انت عارف حضرتك ان المعيد في مدارس العلوم بركه حاجات انها ما عمليه دخلتش وكده، السكاش، يعني بركه. اذا في تقصير حتى في العمل بتاعها لعدم وجودها اساسا، فطبعا مجلس القسم والكليه فصلها اي قانونا طبقا طبعا للمستشار القانوني بتاع الكليه. الورق ده جالي انا، انت معايا حضرتك، طبيعي ان انا حولته للمستشار القانوني بتاع الجامعه، ويعني والنتيجه معروفه حضرتك تعاملت مع الموضوع ان مشيت في الاجراءات القانونيه بالظبط، واستبعدت تماما كونها راحت اسرائيل او ما راحتش اسرائيل. يعني هو السؤال هنا، هل هناك عقاب على ذلك ام لا، انها يعني تروح بدون اذن من دوله؟ افتكر انه مش بس يا مسموح فندم بسهوله بقى. دي ان الناس تسافر. اي واحد يروح اي بلد مؤتمر او خلافه في اجراءات، ايضا لازم اجراءات تنظيميه، لازم اي بس هنا زميل لازم نطرح علامه استفهام يا دكتور امين، انه ايه موضوع الذره مع اسرائيل؟ يعني الست نوها دي، وكمان كان في قبل كده جاسوس مصري برضو كان متخصص في الذره، فواضح ان هم بينشنوا يا بيعملوا لهم غسيل مخ يا بيعملوا فيهم ايه بالظبط، مش عارفه يعني. يا جهوز طبعا، بس بس هي مش المهم عبقريه يعني، انا بس العمليه عايزه واضحه يا اطمن فندم، انها ما كانتش عبقريه زمانها يعني. العمليه واضحه. أي. اي شخص ايضا بيسافر مؤتمر اه معايا حضرتك في اجراءات تنظيميه، لازم موافقه مجلس قسم وكليه، أي. ولازم موافقه حضرتك رئيس جامعه، أي. فطبعا ما اتبعتش هذه الامور ايضا. بصراحة ده لا يعنينا ولا يعني المواطن المصري، احنا اللي يعنينا ان الست دي يعني ظاهرة غريبة حدثت وكانت موجودة في الجامعة لمدة طويلة جدا بأفكارها المسمومة وتوجهاتها وتغيير خريطة العالم العربي. حضرتك بتتكلم دلوقتي انها كانت عايزة تتخصص في المخطوطات، فيعني في علامات استفهام كتيرة قوي، وفي اقاويل بتقال انها هي تم يعني اضطهادها وانها اتعذبت واتضربت، كلام يعني ما نعرفش الحقيقه فين. انا اللي يعني في ده في الاخر الماضي مهما طبعا، حصل لها، يعني ان المواطن المصري انا اموت على ارض بلدي مهما ظلمت ومهما قهرت ومهما اساءوا الي ومهما افترى علي نظام فاسد، اموت على ارض بلدي ولا طبعا اني اروح اسرائيل. هي طبعا دي اللي تعنينا في الموضوع، وكويس طبعا. قوي ان انتوا فصلتوها ومع الف سلام. شكرا سعادة الدكتور شكرا يا أمين، فندم، وإن شاء الله يا رب نطمئن على القسم عندكم، ما تكونش سايبه لها ديل كده ولا اتنين في القسم. وأخبارنا النهارده بتقول إنه يمكن أن تستغل